من جديد. لازلنا متواصلين في هذه الفقرة مع الزميل العزيز الأستاذ أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، واحد المقدمين لبلاغات مهمة تستخدم الآن في قضية تحويل الكابتن حسن حمدي لجهاز الكسب غير المشروع. أستاذ أحمد، أنا يعني كنا الواحد ساعات بيشوف حاجات فيبني على انطباعات وبعدين يسأل فيلاقي يكتشف معلومات والكلام ده. يعني الموضوع حضرتك قبل الثورة تقدمت ببلاغات، والموضوع انت عارف كان وقتها قصص وحكايات وكل حاجة بتتقفل عليها يعني في ظل النظام الفاسد السابق. بعد الثورة ايضا تقدمت ببلاغات. اتفتح هذا الموضوع مؤخرا من وقت ضيق، يعني من شهر ولا حاجة ولا اقل. يعني التواكب ده في وقت خلافات الكابتن حسن حمدي او النادي الاهلي مع رابطة الالترس. يعني الألتراس هذه رابطة معروف أنها رابطة منضبطة ومنظمة جدا، ولما وشاركت في الثورة وشاركت في كل الأحداث السياسية يمكن في مصر من 25 يناير حتى الآن، وكان لها دور فعال ومهم وواضح وقاطع. حتى الآن هذه الرابطة فقط بأفرادها ترفض عودة النشاط الكروي في مصر والدوري الممتاز، والدولة تلتزم بطلبها. يعني في النهاية هذه رابطة من الواضح أنها لها ثقل ضخم جدا. فورا أن تخلت عن الكابتن حسن حمدي، فبالفعل تم تحويله لجهاز الكسب غير مشروع والقضية بدأت تتحرك. نما إلى علمي أن كابتن حسن حمدي كان يضغط بهذه الرابطة على المسؤولين في حالة أن أنتوا فتحتوا الموضوع ده، أنا هزق عليكم رابطة الألترس وهعمل اضطراب في الشارع وهعمل مشاكل. هل هذه المعلومات وصلتك بالفعل؟ يعني هو طبعا يعني نفس بالضبط هذه المعلومات كانت بتقال وكانت بتتردد. لكن في الحقيقة لابد أن نشير أنه رابطة الألترس هم مجموعة من شباب هذا الوطن وعندهم حس وطني عالي، وبالتالي لو كانوا اكتشفوا التفاصيل من لحظة مبكرة وده كان بيتقال عليهم هم ما يعرفوش أكيد. بالضبط، يعني أكيد ما يعرفوش. بالضبط، يعني فكرة يعني استغلال هذه الرابطة وهذا الجمهور العظيم في فكرة أنه الضغط على الدولة لعدم فتح ملفات الفساد كما يتردد وارد. لكن يعني برضو بحب أأكد أن هذه الرابطة وهذا الجمهور المال العام اللي بيتنهب هو ماله، لأن ده مال الأهلوية والزملكاوية والإسماعيلوية والاتحادوية، كل مواطن مصر مال كل مصر. طب هل حضرتك المعلومة ده وصلتك بشكل مباشر؟ يعني أنت وانت قاعد مثلا في جلسات كده مع مسؤولين في هذا الأمر سواء في الأهرام أو خارج الأهرام، الكلام ده اتقالك أنه بيقول فعلا كذا كذا كذا؟ فأقفل على الموضوع ده لو سمحت يا أستاذ أحمد. أو نعم، بس ما كانش بالصيغه دي بالظبط. كانت فكره انه يعني انت حر، ما هو ما حدش يقدر، هم يعني المسؤولين في المؤسسه ما حدش يقدر يعني يمنع ان انا اقدم، لان انا في الحقيقه لما باخد قراري انتهى الامر. تمام، لكن وصلك انه قال كده؟ قال انتوا لو فتحتوا الموضوع ده انا حتى لو ما تقالش انه قال، بيتقال انه هيحصل كده، هيحصل كذا. طب يعني هيحصل كذا ده يعني وصل نوع من الضغط بشكل او باخر. طب انا عايز عشان بس الألترس يبقوا عارفين برضو كيف يستخدم اسمهم، هم لا يدرون. يعني الألترس برضو يعني كلام للألترس دلوقتي، انا عارف انهم بيتفرجوا علينا يعني، فانتوا تبقوا عارفين انه في بعض مسؤولين بيستخدموكم وانتوا مش عارفين، لكن انتوا في النهايه بتتعاملوا بسجايتكم وبنواياكم، فانقلبتم على حسن حمدي لما تخلى عن قضيه ضحايا بورسعيد، فهو كان انقلاب حسن النيه، لكن لازم تبقوا فاهمين كيف كنتم تستخدموا داخل الجدران والكواليس دون ان تدرون. والله اعلم يعني هل مباشره هو اللي كان بيقدم هذا الموضوع ولا اخرين حواليه ولا الموضوع طبعاً اصحاب المصلحه ولا ايا كان. لكن واضح التهديد اضطراب الشارع، لكن الرساله كانت موجوده. اضطراب الشارع ده يهدد اي سياسي على طول، يبتدي يخشى ذلك بالذات السياسي اللي هو مش بره منطقه الفساد. تمام يعني لانه في الاخر اللي كان هينقل مثل هذا او هيستجيب لمثل هذا الابتزاز كان اللي ممكن يشيل السيد حسن حمدي اللي هو رئيس مجلس الشورى اللي هو السيد صفوت الشريف يعني واخرين يعني. فالموضوع في الحقيقه من يستجيب لمثل هذا الابتزاز يعني الربط هنا ممكن يبقى جائز ان بعد ان تخلت عنه الألترس اتفتحت القضيه. هو طبعا مباشر. تزامن قاطع يعني الله اعلم، لكن هو التزامن قاطع يعني البعض قال لما حصل البعض قال لما تغير رئيس الكسب غير مشروع، البعض الثاني قال لا لما حصلت مشاكل مع السادة النائب العام سياسيا، البعض الثالث قال لا ما اظنش يعني موضوع النائب العام. بالمناسبه السيد النائب العام يعني انا من اكثر الناس اللي طالبوا ب انه يستقيل
أو يقال في بداية الثورة لو عملنا تغيير كامل للنظام. نعم. لكن للحق في الوقت ده الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية كانت ضد فكرة التغيير الكامل ومع ترقيع الدستور اللي هو حصل في الإعلان الدستور اللي هو في مارس 2011 وتوافقوا مع المجلس العسكري، وبالتالي هم كانوا أصحاب وجهة النظر التي تؤيد إبقاء النائب العام وآخرين. اللحظة اللي بدأ فيها الكلام حوالين إقالة النائب العام من التيارات الإسلامية هي اللحظة الوحيدة غير المناسبة اللي هي لما بقى مفيش مجلس شعب، وبالتالي هيبقى الرئيس منفرد بكل شيء ثم يغير في القضاء كيفما شاء. فحتى لو كان عندي مليون ملاحظة على هذا النائب العام، إقالته ينبغي أن تبدأ بعد أن يكون لدينا دستور ومجلس شعب منتخب وسلطات أخرى غير السلطات اللي مع الرئيس المحتكر، سلطات تخلق فرعون مش فرعون، ده سلطات أعلى لم يحصل عليها أي فرعون في تاريخ مصر، وبالتالي هي غير مقبول، ليس لأنه مع السيد النائب العام أو ضده، ولكن لأنه لا يجوز أن يكون هناك شخص منفرد بكل السلطات. فالقضاء هي السلطة بكل ما فيها، لأنها في الحقيقة لم يكن كل النظام فاسد والقضاء ملائكة يعني ترف بأجنحتها يعني. طبعا طبعا. لكن هذا القضاء بكل ما فيه هو ضمانة لأنه يبقى فيه حد أدنى من التوازن في النظام السياسي حاليا. نعم. إلى أن تؤسس مصر مجلس شعب ودستور وغيره من المؤسسات. تمام. إنما حضرتك في موضوع أنا بترفض الربط بين هذه الأحداث التي جرت مع النائب العام وبين أن واكبت في نفس الوقت تحويل الكابتن حسن حمدي لجهاز الكاس مدير المشروع. لا أعتقد أنه هو بالأساس كان الألترس. الألترس. قصة الألترس. لأنه هو التزامن كان قاطع بالنسبة للألترس بالتحديد. طيب تمام. لأنه هو كانش التهديد بالنائب العام. يعني اللي كان بيوصلنا كان التهديد بالجمهور والألترس يعني. نعم. طيب نرجع للموضوع. لو جمهورنا يعني. طبعا طبعا طبعا.